معايا اتصال تليفوني. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا انا فندم. ام محمد من القاهره. يا اهلا محمد، اتفضلي يا فندم. اهلا بحضرتك. انا عندي سؤالين لو سمحت. اتفضلي. السؤال السؤال الاول ايه؟ الاول اللي انا حلفت يمين. انا كنت واحده كان يعني زينا مع بعض وحلفت يمين ما كلمهاش وبعد كده كلمتها، بس انا مش عارفه كفرت اليمين دي ايه. كان النبي إذا أقسم على شيء ثم رأى الخير في غيره فعل الذي هو خير، فصلة الناس وكلامهم ده خير، ثم يكفر عن يمينه. فكفرت اليمين إذا كان معاك مبلغ 200 جنيه تطعمي بيه 10 أفراد، نطعمهم كل واحد ب20 جنيه. فإن لم تستطيعي بمعيش المبلغ ده يبقى نصوم 3 أيام كفارة عن هذا اليمين. أيوة. اسمح لنا مولانا السؤال الإمام، التاني لو سمحت. لا، في سؤال تاني. نعم، السؤال الفاصل. التاني لو سمحت. اتفضل يا فندم. بعد الفاصل؟ لا لا لا، السؤال ده قولي بعد قولي. بص حضرتك، أنا والدي توفى من 18 سنة. تعيشي وتفتكري وبعد رحمه الله الله. يخليك، الله يرحمه. وبعد حضرتك إيه، إحنا لنا شقة تحت اللي هو بنيها، وإخواتي كل واحد بني شقة فوق. وهم معترضين ان احنا ناخد الشقه اللي تحت، عشان انا واختي، انا بنتين وخمس صبيان، واحد منهم مات اللي كان معترض، وبعد كده برضو التانيين اعترضوا ان احنا يبقى اللي ناخد الشقه عشان هي مبنيه، وهم اللي بنوا الشقه بتاعتهم اللي فوق. هل احنا يعني الشقه دي بتاعتنا ولا مش بتاعتنا؟ مش عارفه. كل اللي تركه هذا الرجل الأب رحمه الله تعالى هو في التركة، يقسم بينكم بالقسمة الشرعية المرضية. فأنت وأختك هتمثلوا سهم، وكل ولد منهم هيمثل سهم، فيبقى ويتوزع التركة على هذا. يعني بمعنى أنه قد، لأن أنا ما أعرفش التركة كلها إيه هي، قد يكونوا شركاء، لكن انتوا لكم فيها، لكم فيها، لانه دي تركة وانتم لكم نصيب من الميراث.